بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتكلم عن شيء من تفسير سورة الإخلاص. قل هو الله أحد. 凭伯慈恒慈的安拉之尊名，愿安拉赐福安于我们的先知穆罕默德（圣安拉）。今天我们学习关于سورة الإخلاص 的解释注解。نعم أسماء هذه السورة。这节这章古兰经的名字有 تسمى بسورة الإخلاص 被称作سورة الإخلاص لماذا 为什么 لأنها تخلص قارئها من الشرك 因为这章古兰经使诵读这章古兰经的人脱离一切举办 قد يوسوس لك الشيطان恶魔对人有所侵扰 فماذا تصنع 我们应当做什么呢 من العلاج يعني إذا وسوس لك الشيطان في ذات الله سبحانه من العلاج تقرأ هذه السورة تخلص قارئها من الشرك 如果有这种侵扰的时候我们就念这章古兰经就会脱离恶魔的侵扰 وكذلك سميت سورة الإخلاص لأنهاأخلصت في وصف الله لا يوجد في هذه السورة لا أحكام ولا قصص 我们在读这节古兰这章古兰经的时候可以身心的忠诚于安拉脱离任何举办 لأن القرآن فيه أشياء ثلاثة 古兰经当中包括三个方面 توحيد توحيد 崇拜安拉独一 وأحكام以及包含所有的教法判例 وأخبار قصص 以及包含许多这个事件 التوحيد هذا أكثر ما في القرآن بل لا تخلو منه آية وأشرف ما في القرآن 拜主独一的信仰这是贯穿于古兰经的 وهذه السورة فيها فقط التوحيد 这章古兰经完全都是讲解ليس فيها لا قصص ولا أحكام. 这章古兰经没有讲解事件，也没有讲解关于教法判例。ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن. 所以把它认为古兰经的三分之一。وهذا من سعة فضل الله. 这是安拉的巨大的恩典。يعني من يقرأ هذه السورة كأنما قرأ ثلث القرآن.也就是谁读了这章古兰经就如同读了古兰经的三分之一 متى تقرأ 什么时候这章古兰经被诵读 كما ذكرنا هي وقل يا الكافرون في سنة الفجر 如同我们前面讲到在苏拉图拉卡菲隆在晨礼之前的两拜顺乃的第一拜要念 سنة المغرب 在婚礼 Maghrib 之后的两拜的第一拜要念 Surah Al-Kafirun 第二拜要念 Surah Al-Ikhlas 如同晨礼之前的两拜 وكذلك في الطواف ركعتي الطواف سنة الطواف 以及在转天房之后的两拜孙的 وفي الشفع والوتر 在这以及在礼单数 夜间拜的 Witr 单数拜的时候 حتى تجمع في أول النهار وفي أول الليل وفي أول القيام وفي الطواف بين توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات 以至于在我们在清晨的开始黑夜的开始在这个来到天房的时候在转天房之后我们都要贯穿我们的讨害的信仰认主独一拜主独一归心安拉的尊名与品性独一 يقول الله سبحانه وتعالى فيها 安拉塔拉关于这章古兰经 قل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وكل من يصح توجيه الخطاب إليه يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك نقول نحن 这安拉塔拉在这几节这几章古兰经这章古兰经当中所说的 قل 你说也适合于我们使者也适合于我们每一个人都应该做到 الله المألوه المعبود محبة وتعظيم 安拉是最崇高的是应受崇拜的是最伟大的 أحد يعني واحد أحد 也就是独一的意思 واحد في ربوبية في ألوهية في أسماء وصفات توحيد إفراد الله بأنواع التوحيد الثلاثة 这其中包含认主独一拜主独一
归信安拉的尊名与品性独一。الله الصمد الصمد الذي تصمد إليه الخلاق في حوائجه الخلق يلتجئ إلى الله سبحانه عند الحوائج لا إلى غيره. الله الصمد 指的是安拉是一切万物所仰赖的，而安拉对于一切万物没有需求。وهو صمد مستغني عن كل شيء. 安拉对于一切万物都没有需求。لا يحتاج إلى أحد من خلقه. 安拉不需要任何人。安拉不需求任何一个被造物。والخلق مفتقرون إليه. 而所有的被造物对安拉都有所需求。وهو الصمد أي السيد الذي كمل في سؤدده.كمل في يعني سيد كامل كمل في ربوبيته في ألوهيته في أسماء وصفات 也就是安拉是在这个主宰上是全美的，无论在这个主宰上，无论我们认主拜主以及归信安拉的尊名与品性啊，各个方面要知道安拉的尊名与品性都是全美的。نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسهالولد والوالد. 安拉塔拉，没有不是生的，也不是被生的，没有这种被造物的这种品行，安拉没有匹敌。لكماله سبحانه وتعالى. 因为安拉是全美的。لأن الولد في الغالب يشبه الأب والله سبحانه وتعالى ليس له مثيل وشبيه. 因为一个孩子他需要他的父亲，而安拉没有任何需求。وليس له والد. 安拉没有父亲。لأن الوالد يحتاج إلى الولد إذا كبر. 因为父亲对孩子父亲长的这个老了也对孩子也有所需求。安拉没有这种。والله سبحانه غني عن الوالد والولد والزوجة. 安拉他没有这个人的这种品性，父亲、孩子以及妻子的这种。ونفى أن يكون له مكافئ مماثل. نعم. 安拉的品性。是全美的，对一切被造物都没有任何需求。لكمال سبحانه وتعالى. 因为安拉塔拉是全美的，不像任何被造物。ولأن الله ليس كمثل شيء واحد سبحانه وتعالى. 安拉塔拉和安拉没有任何相匹敌的，任何被造物也不似像于安拉。إذن اسم هذه السورة سورة الإخلاص. 所以我们知道这章古兰经的一个名字叫 إخلاص. تخلص غاليا من الشرك.要脱离 إخلاص 的意思就是脱离一切举办 أخلصت في وصف الله 然后我们归信安拉所描述的一切 فيها توحيد الربوبية والأسماء والصفات 其中包含认主独一拜主独一归信安拉的尊名与品性独一 كمال الله سبحانه وتعالى 归信安拉的归信安拉的全美性 تعدل ثلث القرآن 要知道这章古兰经相当于古兰经的三分之一 والله أعلم安拉之知